الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الخاص من برنامجكم اسأل ولا حرج والذي اخترنا له من العناوين تأملات في عيد الأضحى المبارك ويرافقنا في هذه التأملات فضيلة الدكتور إبراهيم الشيبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بتحية الإسلام نحييكم جميعاً وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويسرنا بهذه المناسبة السعيدة الغراء أن نتوجه بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد طالع يوم وخير وبركه ووئام وانسجام على امتنا وعلى بلادنا وشعبنا وكل الشعوب الاسلاميه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل يومنا خيرا من غدنا خيرا من امسنا وغدنا خيرا من يومنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذا العيد ونحن احسن حال واطيب مآل انه مولى ذلك والقادر عليه. امين يا رب العالمين، لا يسعني ايضا الا ان اهنئ جميع المشاهدين وكافه المسلمين ايضا في مشارق الارض ومغاربها، ايضا الزملاء العاملين معنا بهذه المناسبة العظيمة، واقول لهم نيابة عن الوطنية الثانية وعن التلفزة التونسية كل عام وانتم بالف خير. دكتور، ليس اعتباطا ان عامه المسلمين وخاصه في بلدنا تونس يسمون عيد الاضحى العيد الكبير نعم هو العيد الكبير لانه حقا اكبر اعياد المسلمين نعم. فهذا الاعياد في الاسلام يعني دائما ترتبط بمعنى تعبدي ومعنى شعائري فعيد الفطر ياتي بعد ان اتم الناس فريضه الصوم نعم. وهذا العيد ياتي بعد ان يعني وقف الحجيج في عرفات وادركوا جزءا من الليل فيه بعد غروب يوم التاسع من ذي الحجه فهو حقا للعيد الاكبر نعم. وهو يعني من اعظم الايام عند الله عز وجل هو يعني يوم القر ويوم النحر يعني يوم النحر الذي هو يوم بالضبط يعني العيد بالنسبه أي للذبح أي والقر يوم الاستقرار في ميناء يعني من هذا هو يوم القر نعم. فالرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <applause> اعتنى بالاعياد ايما اعتناء واحتفى بهما ايما احتفاء وقال يعني ان الله سبحانه وتعالى ابدلنا بالايام التي كان يلهون فيها الناس في الجاهليه بيومين نعم. يوم الفطر يوم تفطرون من صومكم ويوم تاكلون من نسككم فهذا يعني يوم تاكل من الاضحيه فالاعياد في الاسلام لها يعني خط يعني واضح، هناك خط عمودي هو يربط الانسان بربه في العيد، نعم. فهذا يسمى البعد الرباني في العيد، وهناك خط افقي هو الخط الاجتماعي والخط الانساني، فهذا الخط العمودي يعني ان الانسان لا ينسى ربه في العيد، نعم. فهذه الاعياد هي مختتم لشعائر ومختتم لعبادات ومفتتح لاخرى، فيعني في مختتم لعباده معينه لعباده الصوم مثلا او مختتم لعباده الحج بوقوف عرفه لان ما زالت مناسك اخرى في الحج من رمي الجمار ومن يعني طواف الافاضه فهذه مناسك ولكن الحج عرفه كما قال الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم فالحج يعني اختزله في الوقوف بعرفه فهو العيد يعني يفتتح حتى عند غير الحجيج بماذا يفتتح بالتكبير والتهليل والتحميد ويفتتح بالصلاه بصلاه العيد ثم بعد ذلك بالاضحيه فهذه كلها عبادات وهذه كلها مناسك نعم. وهذا الذي جعل يعني بعض المفسرين مثل ابن عباس وغيرهم وهذا ما ورد حتى ابن كثير ان قوله تعالى يعني فصلي لربك وانحر قالوا هذه معنيه بعيد الاضحى ان الانسان يصلي طبعا. يعني ثم بعد ذلك ينحر الاضحيه وهناك خلاف بين اهل العلم في هذه نعم. الصوره في مكيتها ومدنيتها وهناك قال ان هذه دعوه للنبي محمد صلى الله عليه ان يواصل أن يداوم على صلاته ونحره ونسكه لله عز وجل. الاكيد ان لهذه المناسبه العظمى والكبرى العديد من الدلالات والعديد من الاستلهامات والعديد من التجليات، ففيها دكتوره جانب الاحكام وجانب التفاصيل المتعلقه بحكم الاضحى وحكم صلاه العيد والبعد الاجتماعي عم. الذي ذكرته، وفيه وفيها ايضا الجانب الروحاني وخاصه اننا دائما ما نذكر باننا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه في سيرته في يوم عيد الاضحى المبارك وما يسبقه وفي تعظيم هذه المناسبه التي تمتد جذورها الى ابينا ابراهيم ابي الانبياء والاكيد ان ايضا ما حدث بين نبينا ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل فيه العديد من الدلالات ومن المعاني ومن الرموز اذا يمكن ان نلخص حصتنا الخاصه هذه في هذه المحاور الثلاثه ونبدا بما شئت منها دكتور والله هي نعم إذا كان يعني عدنا بلمحة تاريخية نعم. لتاريخية المناسبة نجد أن هذه فيها إحياء. حتى الرسول صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قيل له يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سُنّة أبيكم إبراهيم. نعم. قالوا ما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. نعم. فهذه فيها إحياء لذلك الموقف العظيم ولتلك البطولة الحقيقية بطولة الإبن وصلابة الأب وصبره وتجلد الاثنين فلما أسلم نعم. الاثنين يعني أسلم لامر الله سبحانه وتعالى نعم هذا وأسلم الولد عنقه لامر الله سبحانه. لله طاعة لله وطاعة لوالده وأسلم الوالد فلذة كبده وغلامه الذي بشره الله به يعني لأمر الله في يعني وهذا فيه دلالات وعبر أن يعني قال له يا أبتي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يعني فانظر ماذا ترى يعني لم يشاء الانبياء يعني امر نعم يعني رؤيا الانبياء هي جزء زل... من الوحي نعم. فيعني قال لم يشأ ان يباغت ابنه كان يستطيع سيدنا ابراهيم ان يباغت ابنه نعم. ان يعاجله يعني بذبح او بنحر او بطعن وهو نائم او نعم. ولكن حدثه في ذلك الامر في هذا هذه... بعد اجتماع عظيم عن نعم. كيف يعني تعاملنا وعلاقه الاب بالابن نعم نعم ولو كان الامر امرا الهيا ولكن لابد من الاعلام به والاحاطه صحيح. به فقال له يا ابت تفعل ما تؤمر لم يقل له افعل ما تريد لأن المسألة هي أمر, أمر وليست إليه. إرادة أبوية نعم. فقال له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن, إن شاء, شاء الله من الصابرين, من الصابرين. نعم. فحشر نفسه في زمرة الصابرين ولم يقل كما قال سيدنا موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا عندما كان مع الخضر, الخضر. فلم يستطع الصبر لأنه فرد ولكن إن الله مع جماعة سيدنا إسماعيل لم يقل أنا البطل وأنا المغوار و... لا قال أنا مع جماعه الصابرين. لا هو الابتلاء سنة بشرية. نعم. فلما تحقق هذا الابتلاء. هو قاس الجدل إن شاء الله من الصابرين. يعني عزم الـ الـ الصبر وسلم نفسه في ذلك الموقف الذي تقشعر منه جلود الذين آمنوا. نعم. وقتها فديناه بذبح عظيم. يعني حتى أن بعض المفسرين ذهب مه. إلى بعد من ذلك. وقال أن هذه القرابين. يعني والأضحية كانت من عهد سيدنا آدم. نعم. لأن ابني آدم. قبيل, قبيل وهابيل. آدم. قبيل 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 قدم, نعم. القربين قدم القربين. قدم نعم. فتقبيل فتقبيل بلا هكذا يقول بعض المفسرين نعم. ويعني فذلك الكبش يقال الذي رفعه الله وتقبله هو نفسه الذي نزل نزله ابتداء نعم. لاسماعيل عليه السلام لاسماعيل عليه السلام نعم. وان كان ليس في هذا الدليل يعني قطعي يعني يمكن الاعتماد علي. عليه <applause> ولكن هذا نقوله لتذكره الناس بهذه الاعياد انها عندها دلاله نعم. ولذلك يعني حتى العلماء قالوا ان ذبح الاضحيه هي احياء لتلك الشعيره وهي افضل من التصدق بثمنها بعض الاخوه البويسر يقول لك بالله نحب نتصدق بالثمن نتاعها مش لازم نضحي، نعم. لا ضحي، يراقة الدم فيها يعني فيها حكمة أكيد. وما يعظم شعائر الله فان في شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فهذا تعظيم لهذه الشعيرة، حتى لا تموت هذه السنن ولا ولا تندثر، فالأضحية هي يعني واجبة على القادر عليها، واجبة بمعنى عند الحنفية تفيد السنة المؤكدة، نعم. يعني يكره تركها مع القدرة عليها. نعم. هنا دخلنا في المحور نعم. الثاني دكتور اللي وكان هو في القديم الناس نعم. يتقربون على المساله التاريخيه المساله <applause> التاريخيه يعني هي محورنا الاول نعم, نعم ان الناس في القديم كانوا يتقربون بالذبح صحيح. وكان حتى بعضهم يعني يتقربون بذبح عبيدهم وهناك من يتقرب بذبح ابنائه وهناك من يتقرب بذبح زوجته نعم. وكان حتى في قدماء الفراعنه هذه موجوده في بعض الدراسات صحيح. التاريخيه انهم يذب اذا مات الرجل يعني ذبحوا معه واذا شح <applause> مع ماء و النيل ولم يفض <applause> يذبحون يعني فتاه نعم. يعني فتاه عذراء نعم فهذه كلها يعني من بين الطقوس التي كانت موجودة وحتى قبل الإسلام على الكعبة كانوا يذبحون ويرتقون بك ف سيدنا يعني عبد المطلب نعم جد يعني الرسول جد الاكرم رسول صلى الله عليه وسلم نذر يعني ان يذبح احد ابنائه يعني وقد رزق عشرة من الولد فقال انا اذبح احدهم نعم. فكانت القرى على سيدنا, على سيدنا عبد الله, الله. نعم. ابي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فيعني لذلك حتى سيدنا معاويه قال ان اعربي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن الذبيحين فضحك الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم ذبيحان هما سيدنا ابراهيم إسماعيل. ووالده سيدنا اسماعيل نعم. ووالده عبد الله نعم اللذان افتدي من الذبح احدهما بالكبش الذي انزله الله سبحانه وتعالى والاخر يعني ب من نعم. الابل نعم. حتى هذا لان قالوا له يعني قريش قالوا مش تولي فينا سنه, سنة أي. بنو عبد مناف اذا ذبحت ابنك عبد قال الله مش تولي هذه تقاليد بدعه يعني انتم او سنه يجري, 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 عليها الناس فتكهنت الكاهنه نعم افتت ب من الابل فهذا يعني هذه تاريخيه مساله الذبح يعني بعجاله لان الله اراد ان يلغي تلك الطقوس نعم خليني نقول بين ظفرين بغيضه نعم. نعم هذه العباره الصحيحه أي. ان يذبح الاب ابنه او زوجته نعم. او يلقي بفلذه كبده قربانا نعم. في النيل او غيرها بل نعم. بالعكس يعني هذا الفداء وهذا الذبح من اجود انواع نعم. لا 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 الانعام ولحومها معناها آآ آآ نحن ادرى الناس معناها بماهيتها ففيها بعد اجتماعي وبعد عائلي وبعد حتى في لاحي واقتصادي نعم. نعم. معناها من جميع النواحي حاجه ايجابيه جدا في هذا البعد دعم. نعم ندخلوا في اذا اذا هذا في هو نعم. البعد البعد الرباني هو كونه هي هي طاعه نعم. وهي عباده وهناك البعد يعني البعد الافقي هو البعد الاجتماعي نعم. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر نعم فكلوا منها واطعموا البائس والفقير م -م. يعني البائس الفقير فهذا البائس الفقير يعني الذي لم ياكل اللحم نعم. هناك اناس يعني لا يعرفون اللحم الا يعني من العيد نعم. للعيد نعم. صحيح. ولا يعرفون الفاكهه الا في المرض الشديد كما يقال ولعل مشاهدين مم. يستغربون ولكن لا موجودون, موجودون ما في كل... مجتمعاتنا وفي نعم. اقرب ال... نعم. لا يعني ال... ال... الامتدادات الجغرافيه الى نعم. مساكين نعم. من انتباه نعم. اليهم نعم. فكلوا منها واطعموا البائسه خاصه و... مع غلاء وفقير. الاسعار ومع نعم غل... فهذه سنه يعني صعوبه المعيشه وهو كذلك نعم. هناك جانب اجتماعي مضمون اكيد في عيد الفطر هناك جانب زكاة الفطر بالضبط يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم نعم. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ما تخليش نهار العيد يعني الفقير يدور ويتسول ويمد في دو... أعطيني أعطيني الفطرة نعم. أعطيني الزكاة أه... لا نهار العيد يكون الفقير في ابهى حله مثله مثل الغني وقال في الاضحيه ان كلوا فكلوا منها واطعموا البائس والفقير نعم. واطعموا القانعة البائس الفقير نعم. واطعموا القانع والمعتر هناك حتى من العلماء من فسر القانع هو الذي ليس لا يحتاج الى الـ إلى, الـ الصدقة. الى الصدقه الى وانما يحتاج الى الهديه نعم. عندما تستدعي اصدقائك واقاربك وتقوم بوليمه هذا في جانب اجتماعي ايضا صله الارحام المحبه طرح الشحناء الاجتماع على المائدة، نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى اللهو والترويح المباح صحيح. في العيدين وما كما يسمى بن ظفرين باللمة والتزاور نعم و... يعني شمل العائلة يلتئم ومعاني عظيمة معناها هذا معنى من المعاني نعم. هذا القانع، نعم. أما الذي الم... يعني ال... ال... المعتر نعم الذي ليس لديه الفقير البائس المعدم فهذا يعني جعل الفقهاء يعني له نصيبا نعم. والله سبحانه وتعالى أمر بذلك والرسول ص... وهذا رسول. الأمر على وجه ال... الندب وال... والاستحباب باستحبه. وليس على وجه الوجوب يعني اذا كان الانسان ذبح نعم. الاضحيه ولم يطعم منها فقيرا ولا ولا بائسا كان في مكان فهذا يعني جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم. كلوا وتصدقوا وادخروا فيعني ثم بعد ذلك هو امر بانه في عام المجاعه ان لا يدخر احدهم شيء. لأن عام مجاعه قال اعطوا للناس بعد نعم. ذلك قال من شان يدخر فليدخر هذاك عام الدافه يعني عام المجاعه نعم. فهذه بعد اجتماعي كون الناس تقسم اضحيها ثلاثه اثلاث ثلث للاكل وثلث للإهداء نعم. وثلث للصدقه نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذبحوا شاه وسال عائشه قالها يا عائشه ما بقي منها قالت ما بقي منها الا كتفها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بالعكس ما. بالعكس ما بقيت نعم. كلها الا كتفها فيعني في هو الرسول صلى الله عليه وسلم العائشه بعد ما ذبحوا شات قالت صدقتي نعم. كي رجع قال الشبقاء قالت له قال لك قال قالها بالعكس قال كل كان يتحدث بقاش. عن الباقيات الصالحات نعم يعني ما ذهب صدق فهو باق في, في ميزان حسناته في وباق نعم. في رصيده وباق وما أكل فقد نعم. ذهب مع الـ أكل الذاهبات أو ويعني نعم. يعني لبس فأبلى أو تصدق صحيح. فأبقى فهذه الناس الذي تؤمن حقيقة نعم. بمعنى الأضحية نعم. ليس الأضحية هي المباهات نعم. والمفاخرة الاجتماعية ولا هذه ليست هي الأضحية الأضحية هي للتفكير في الآخر صحيح. وليس لقهر الآخر وليس لإحداث الضغينة مع الفقير، ومع... لا هذه جعلت لإطعام الناس صحيح. ولإدخال، فلذلك تقسم أثلاثا بنصيب معين، نعم. ليس هناك جزء محدد كتف أيمن أو كتف أيسر، هذا لم يرد في, في السنة منه شيء محدد ولكن إذا كان الإنسان يعني أكل نصفها وتصدق بنصفها جائز أكل ثلاثة أرباع وتصدق أكل يعني فهذا ولو أنه جائز. في المخيال الشعبي العام يقولوا الأربع دكتور يمكن أن الحديث شوية في التفاصيل هذه على الأحكام تاع الأضحية ومن هو بن ظفرين مكلف بها إذا شئت إذا شئت معناها يعني العبارة كانت دقيقة ولكن حديثك الكريم عن يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الشاة التي أهدي منها الكثير وأكل منها القليل يدفعنا إلى الحديث عن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم اليوم النحر أو يوم يعني العيد الأكبر خلينا نقوله في أعياد المسلمين وسيرته العطرة التي دائما تحمل رموز ومعاني ودلالات عظمى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش خلينا نقول ببساطه يعني هذه المناسبه الجليله هذه المناسبه الجليله تاتي في عاقبه عشر ايام عظيمه نعم فهذه عشر ايام من شهر ذي الحجه مه. وشهر ذي الحجه هو من اشهر الحرم مه. يعني عندنا ذو القعده وذو الحجه مه. ومحرم ورجب هذه اربع اشهر حرم ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب, ورجب. هذه فعندما يدخل شهر ذو الحجه هناك من المفسرين من قال ان في قوله تعالى وفجر وليل العشر هي ليالي العشر الحجة. الايام الاولى من ذي الحجه نعم, نعم. 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 واذكر اسم الله في ايام معلومات هي الايام العشر من ذي الحجه نعم. فهذه الايام قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا, لا لا يعني هذه الايام يعني فيها العمل الصالح يعني يربو فقالوا يا رسول الله ما العمل في هذه الايام احب والله العمل فيهن هذه الايام العشر العشر ذي الحجه التي تختتم بعيد الاضحى فقالوا ولا جهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء يعني رجل يعني جاد بنفسه وجاد بنفسه بماله وجاد نعم. بكل شيء في سبيل الله هذه هذه عساها ان تعدل العمل الصالح في هذه الايام العشر أيه. نعم. فاذا دخلت العشر من ذي الحجه هناك اعمال كثيره التكبير والتبكير والصلاه والصلاه, والصلاة حث عليها الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم حتى بالنوافل وما يزال العبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه، هكذا في الحديث القدسي والصيام صوم يوم عرفه خاصة <applause> نعم. يوم عرفه نعم يوم التاسع من ذي الحجه يكفر ذنوب السنتين، سنه ماضيه وسنه مستقبلة. مستقبله فهذه يعني يوفقه الله ألا يرتكب المعاصي إن شاء في السنه القادمه، نعم. هذا يوم عرفه يوم عظيم، يوم يقف الحجيج كلهم شعثا غبرا يعني يحدون حداء واحد ينادون نداء واحدا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك كلهم بلباس واحد يعني في لباس في بياض في مكان نعم واحد في مكان في واحد في صعيد واحد, نعم واحد يدعون ربا واحدا يتجهون قبله واحده هذا يوم عظيم نعم يوم عرفه يباهي الله به اهل الأهل اهل اهل السماء يباهي نعم باهل الارض الله سبحانه وتعالى يعني عباده الذين جاءوا من كل فج عميق نعم الذين جاءوا يلبون نداء نداء سيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق هؤلاء الناس الذين تركوا الاهل وتركوا الاوطان وترك تركوا الزينة وتركوا وجاءوا شعثا غبرا لا يرجون الا امرا واحدا هو ان يغفر الله لهم نعم. وان يتقبل غفر الله حزن. لنا ولهم بإذن نعم. الله. نعم فلان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه نعم. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، يرجع صفحه بيضاء نقيه لا يعمرها الا بالصالحات، نعم. فهذه كلها من بين معاني يوم عرفه، لذلك يعني الذي يسبق طبعا يوم الـ الـ يوم العيد هو نعم. تاسع من ذي الحجه، ويوم العيد هو يوم العاشر من, نعم. من ذي الحجه، فالحجيج شانهم هو الهدي. يعني الهدي ولا غير لا لا الهدي لا يعتبر و... أه لا ليس اضحيه أضحي أضحي نعم, نعم, هذا هو لان الهدي هذا امر متعلق بالحاج نعم هديا بالغ الكعبه لازم نعم. يكون يعني في في, نعم. في مكه غادي وبالنسبه لغير لعامه المسلمين يعني يصو يوم عرفه نعم يعني لان في اجر وبالنسبة للحاج يكره في حق الصوم لانه في يوم عظيم صحيح. صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ام بالسلم. الفضل يعني تقول ان ارسلت اليه ب... باناء فيه نعم. لبن ف... في حجه الوداع نعم. وهي الحجه الوحيده لحجه الرسول صلى الله عليه وسلم كان, كان مفطرا يوم عرفه افطر وشرب اللبن نعم. امام و... الناس حتى يعلم الناس أن, أن, ان الحاج ان الحاج في امر اخر نعم. يعني هو. يستزيد من الدعاء ويستزيد من الذكر ويستزيد من التهليل والتسبيح والتحميد بالنسبه لغير الحاج فالتهليل والتحميد والتكبير. هذا يستمر حتى عصر يوم الرابع من بعد من العيد. من العيد يعني نعم. نعم بعد كل صلاه مفروضه يعني الناس يكبرون يعني ثلاثه هذا تشبها بالحجيج نعم. تشبه بهم وان لم تكونوا مثلهم فهذا كل حتى من بين ماذا بين تشبه بالحجيج الميامين نعم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل حجهم مبروره أمين. وذنبهم مغفوره أمين. ونجزقهم التجاره التي لا تبور نعم. فهذا كله من الامر المهم فغير غير الحاج يصوم يوم عرف نعم. وهذا من اول شيء وهذه العشر ايام كلها ايام صالحات ايام العشر من ذي الحجه <applause> يبكر في صلاه العيد <applause> نعم قد أفلح من تزكى وذكرت ربي فصلى فها يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتحميد وكان سيدنا عمر يكبر في السوق ويكبر في ميناء في قبته وترتج ميناء بالتكبير وكان أبو هريرة يكبر فكانت الكل تكبر في هذا اليوم لأن كلمة الله أكبر ليست شعاراً يعني هكذا يرفعه يعني الناس يعني يعتقدون أنه يعني لترويع الناس أو شيء لا, لا. الله أكبر يعني أن تكون الدنيا كلها صغيرة أمام الله سبحانه وتعالى لا. لا. الله أكبر يعني الله اكبر فوق المال والله اكبر فوق الجاه والله اكبر فوق السلطان والله اكبر فوق يعني ما النفس نعم. التي تامرك بالدنيا هذه الدنيا الفائزة الزائله الفانيه فيعني عندما تقول الله اكبر هذه ليست شعار يردد الله اكبر هي عمل حقيقه اذا عرض عليك مال او جاه او شيء في سبيل ان تتخلى على دينك لا انت يوم القيامه طبعا. تسال عن دينك نعم. نعم. فلذلك المسلمون يستقبلون العيد بالله اكبر ويودعون موتاهم بالله اكبر ويستقبلون مولودهم بالله اكبر ويستقبلون صلاتهم بالله اكبر فهذه كلمة عظيمة نعم. فالمسلمون يكبرون صبيحة العيد بعد ذلك يحضرون صلاة العيد نعم. ونحن يجتمع العيد والجمعة في هذه السنه وهذه نعم. يعني هذه مساله فقهيه أي. اخرى نعم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد وقال ان مجمعون نعم. يعني اذا كان من شاء ان يصلي الجمعه يصلي لكن اذا كان صلى العيد يعني له الا يصلي عن الجمعه يعني نعم. هذا تفصيل مهم يعني لانه تفصيل يعني لا تتكرر دائما هذه المناسبه ان يجتمع عيد الاضحى بيوم جمعه نعم. يعني مره بعد عده سنوات فالأكيد لأن العديد من المشاهدين يعني ما عندهمش فكره على هالموضوع هذا مناسبه باش ناخذوا هالتفصيل هذايا باكثر يعني اضافه دكتور. الاضافه هي كون هو الاجتماع تحقق في صلاه نعم العيد نعم هي صلاه العيد سنه مؤكدة اكيد وصلاه الجمعه فرض فاذا كان تحقق هذا الاجتماع يعني الاخر يصليها ظهر نعم. خاصة سيد سيدنا اذن أه سيدنا أه عثمان حدث في عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن, ان اقترنت نعم. اقترن العيد نعم. باللي بجمعة. بجمعة وقال ان المهم مش, مش مهم, مهم اضحى او, أو فطر يعني نعم, نعم اذا كان صلوا صلاة عيد الفطر اذا كان الانسان خاصة بعيد او شيء ولا ي... ويومها كان جمعة جمعة يعني. يكفيه حضور صلاة كمناسبتنا الليك. هذا يعني. يعني اذا كان اجتمع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتمع لكم اليوم عيدان نعم يعني عيد الجمعة اللي هو عيد اسبوعي وعيد الفطر او هو النحر نعم. وقال إن مجمعون نعم. يعني وهذا هذا على هذا النحو سار الصحابه وهذا ما فعله يعني سيدنا عثمان بن عفان عندما يعني صلى العيد واذن لاهل البوادي وغيره قال لهم ان يصلوا ظهر نعم. قال لهم نعم. صلوا ظهر يعني مجمعين اجتمعوا يعني. في نعم. صلاه العيد واذا نعم. كان إنسان فتاته صلاه العيد له ان يقضيها قبل الزوال يقضيها بلا تكبيرات يصليها منفردا منفردا نعم بما يعني عرف ي... عنها من سوره سوره ال... في اذا ال... ال... كان بشقرة الغاشيه او نعم. سوره الشمس او بشقرة سوره الاعلى هذا يعني من بين الاداب والسنن فقط مهم. فهذه لا ليست شانه ماشي ماشي مفروضه لا ان لا يعني يصلي شي... بالاعلى او بالغاشيه أو لا بال... هو نعم. هو يصليها بلا بلا تكبيرات نعم يعني يصليها بلا بلا تكبيرات مش مهم. تسعه بتكبيره الاحرام او سبعه بتكبيره القيام بعد في الركعه الثانيه لا هو يصلي يعني بما بما تيسر لا يصليها عباره ظهر هذا عند الفقهاء الذين اجازوا قضاءها نعم. والاصل انها سنة وقالوا يعني يقضيها الى الزوال نعم. فهذا الاصل وبعد ان ان يصلي العيد يعني يعود فينحر فينحر أي. بعد نحر الامام بتبعي. نعم اشترت الملكية نحر الامام آه كان الملكيه اشترطوا نحر الامام هو النحر يكون عاده للابل أو نعم. الذبح أو الذبح, نعم. الذبح, نعم. الذبح. خلينا يعني نعم عبارة دقيقة نعم هو ما يعني يفتح باب آخر على الذبح نعم. وكيفية النحر، النحر يكون بالطعن في, في, في اللبة هنا يعني م. في الصدر صحيح. أسفل الرقبة والذبح يكون ب يعني تشريق الدابة تكون يعني متكئة على جنبها ومو الأيسر وموجهة إلى القبلة موجهة إلى, القبل. فقط. آه للم... إلى القبلة هذا من بين الاستحباب فقط إذا كان التوجه إلى القبلة زاد مستحب فقط نعم. فلا يشترط ليس شرط لصحة الذبيحة ويقول بسم الله ويكبر بسم الله الله اكبر ويدعو اللهم تقبل مني اللهم نعم. هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن اهل بيتي واذا كان هذا اذا كان ذبح بيده واذا بيدي. كان ذبح له الجزار أو نعم. شيء يقول له يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا عن فلان وعن اهل بيت فلان ورح اللهم ورح. تقبل منه نعم فهو يشهد اضحيته الانسان اكيد ولا يعطي الجزار من من الاضحيه شيء نعم. فلا يعطيه من الاضحيه على سبيل الثمن لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعطيه أجره ونقدا نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي امرني ان اقوم على بدنه يعني الجمال بتاعه قال وان ويعني والا اعطي يعني الجازرة شيئا منها يعني لا من لحومها ولا من جلودها نعم الجزار ما نعم لا يعطى من هذا لانه يعتبر اقتطاع لجزء من الاضحية نعم على نعم سبيل الاجر نعم هذا الاشكال فيش الاضحيه وهي هديه كامله الى الله سبحانه وتعالى تعالى. لذلك نعم. ما يبيعش الانسان لا تعطى منها للجزار شيء ولا يبيع جلد لا يباع منها ولا نعم. يعطى منها للجزار ولا الجلد ايضا يباع من باع جلد اضحيته فلا اضحيه نعم. له هذا ورد في الحديث فالاضحيه لا, تباع اذا كان مثلا انسان من ثالث نهار في ذي الحجه ولا شيء مشى شرى الاضحيه نتاع قبل بجمعه أي. هذه الاضحيه لا يبيع ما يجيش ينواها اضحيه يوم يقف بعد يقفها فيها فيها 20000 زايده ولا شيء لا الا ان يغيرها باحسن منها نعم. يعني وهذا يعني ما, يشترط فيها وان تكون سليمه من العيوب كما هو معروف اربع لا يجزينا في الاضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والهزيله العجفاء التي لا تنقف نعم. هذا يعني من بين والبالغه زاد من السن حدا ادنى معين ايضا أي دكتور. هذا بالنسبه للشروط التي يعني تشترط في الاضحيه نعم. ان تكون يعني من انعام نعم. الصنف النوع يكون من الانعام اما من الابل او من البقر أو من الظأن أو الماعز وأفضل ذلك طبعا هو الكبش نعم إذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين نعم والأملح هو شديد البياض والأقرن هو يعني الذي له قرنان يعني معتدلان يعني, في يعني بالغ و نعم. وقال يعني الرسول صلى الله صلى وسلم عليه وسلم, الله يعني نزل بره وقال هذا بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وعن آل محمد وفي رواية وقال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي الكبش الثاني نعم هذه فاذا بشرة لم يضحي المسلم لعسر نعم. يعني في اموره الماديه او لعدم قدره فان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عليه يعني وهذا نعم مستمر أي. الى يوم البعث باذن الله, الله. نعم يعني نعم. نعم ضحى عنه الرسول الاكرم صلى الله, صلى الله وسلم. عليه وسلم لانه عندما يقول هذا عمن عم لم يضحي من امتي نعم. فهذه بشرى نزفها لكل هيكي. الناس الذين لم يقدروا على شراء الاضحيه ونقول لهم ابشروا لقد ضحى عنكم الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم وهو مقبول العمل نعم. اما احدنا فقد يضحي ولا يعلم و... وال... يتقبل منه أي. ام لا يتقبل منه ام هي شاه لحم نعم لحم نعم ليست له قيمه نعم فهذه يعني الانسان يرجو القبول من على مش تجب دكتور ولكن من من باب اولى واحرى ان ان يضحي يعني خلينا نبسطوا المساله تفصيل مهم هو اكيد ان العديد من المشاهدين يحبوا يعرفوه ماديا يعني كيف يكون الامر؟ هل يكون يعني خلينا نقولوا بالعباره درجة متفضل عليهم آه لا يتداين لا يقترض لا يكون يعني من آه ما ينفقه على أهله يعني من أوسط ماله يعني متفضل عليه المبلغ متاع الاضحيه مثلا هو يصرف 1500 دينار ولا 1000 دينار في الشهر وعنده 500 ولا 600 اخرين خلينا نقولوا فاضلين بالعباره الدارجه هذوكم ياخذوا منهم اضحيه باش ينقص من مصروف عائلته ولا كيفاش المساله ماديا دكتور؟ الانسان يعني يكون الاضحيه اذا وجد يعني من زاد على حاجته نعم. فيشتري بها الاضحيه أي. اما اذا كان يعني هذا يرهقه عسرا مادية. او يعني لا ينفق على اسرته نعم. من اجل الاضحيه او يتداين او شيء او نعم هذا يعني ليس من اذا كان سيقترض لان قرض حسن لا ربا فيه وهذا القرض يعني لانه مثلا انسان ينتظر مال ياتيه بعد العيد او نعم. شيء فهذا لا مانع منه لا من يعمل. القرض الحسن نعم اذا كان هو عنده فلوس داخله مثلا ولكن بعد العيد بثلاث اربع ايام فحتى لا يضيع فرصه العيد هو اقترض من من جاره او من اخيه او نعم. من ابن عمه او من زميله مال اشترى به الاضحيه وسدده بعد ذلك ولو على اقساط فهذا هذا جائز. 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 المهم ان لا يكون في هذا هوس يعني نعم. لان الصحابه يعني من بينهم سيدنا عمر وسيدنا أبو, ابو بكر, بكر. ما حبوش يضحيو نعم. قالوا باش ما توليش يعني نعم حتى اللي يعتقد نعم. الناس وجوبه لأن الانسان توليش واجبه لا هي ليست واجب اي لا هو يعني امتنعوا نعم. عن الاضحيه حتى يعلموا الناس ويخ... في كل انسان يكون محل قدوه ومحل اسوه نعم. هذا من شانه ان يعلم الناس صحيح. حتى يعني الناس احيانا ما تفرقش ما بين الفرض والسنه, والسنة فيقول لك مثلا هذه هذه سنه وهل يشبيك ماكش عامله هذه السنه تفعل احيانا وتترك اخرى حتى لا يعتقد الناس وجوبها نعم. اذا كان يعني السنه والفرض اصبحوا فرض منزله فهذا خلل في مراتب المامورات صحيح. هناك مراتب في المامورات مثل ما هناك مراتب في المنهيات مش كي نقولوا حاجه مكروه كي بقول حاجه حرام مش كي نقولوا حاجه مكروه تنزيه كي مكروه تحريم مش كي نقولوا حاجه يعني خلاف الاولى كيما فهذا هناك مراتب في هذه المساله فالصحابه يعني من بينهم سيدنا عبد الله بن عباس وهو من هو نعم. وهو فقه وعلم وهو يعني وقربة من الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم الرسول الاكرم صلى الله نعم. عليه وسلم ارسل غلامه يوم العيد بدرهم وقال له اشتري لنا بها لحم واذا اعترضك احد فقل له هذه اضحيه ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم الرسول الصحابي الجليل قال الغلام تاعه قال له اشتري لي بدرهم مبلغ ذئيل نعم ما يجيبش حتى يعرضك نعم. حد في الشارع ما تخبيش ولا تقول له لا ورية يقولوا هذه يضحيه ابن عباس ليكون ذلك عبره نعم عبره نعم. للناس لان مع ما 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 قادر يعني هو, هو هناك رساله هذه لان الانسان عندما يكون محل قدوه نعم. انسان يعني تم به او انسان يقتدى به او يحتذى به او محل اسوه لازم يعلم الناس الفرق بين السنه وبين الفرق صحيح فقال حتى لا يعتقد الناس وجوبه وسيدنا بلال بن رباح قال والله لا ابالي ان اضحى على ديك ورغم ان نعم. ديك لا تصح بالأضحية صحيح. لانه ليس من من الانعام نعم. من الابل ولا بقر ولا من الظآن الضان او الماعز أيه. الماعز هذا اللي هو نعم. يعني فهذا يعني ما سيدنا ابي بن ربيح قال على ديك وسيدنا ابو بكر وعمر كانوا بعض السنوات يتركونها حتى لا يعتقد الناس وجوبها نعم. وخاصه سيدنا عمر عندما راى الناس لهفه آه ابان خلافته هكذا دكتور نعم عندما وجد... كان امير المؤمنين نعم وخليفه المسلمين وجد الناس يعني احدهم وجده يشتري في اللحم هاي. ومن الغد وجده يشتري في اللحم مه. قال له عد من حيث اتيت ما عشتش قال له بمالي؟ قال: اكل ما اشتهيتم اشتريتم؟ نعم يا كل ما يشتري الواحد يشري، هذه هناك فلسفه لي لم... تعود فلسفه للنسبة. اجتماعيه واقتصاديه نعم. ايضا اقتصاديه واستهلاكيه، نعم. فكيف نحمي المستهلك من ايه. نفسه ايه. أم, أم, ام من البائع ام من الذي يغش فهذاك هذا النمط الاستهلاكي الفاحش الذي تصدى له النظام الاجتماعي نعم. في الاسلام بكتور. في الذي لانه قائم على الغش وقائم نعم. على الغرر نعم وقائم على الخديعه من بينها بيع الشات المصرات، الشات المصرات التي لا تحلب بايام حتى يكبر نعم تبدو نعم. كانها يعني هذه نها رسول صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لان فيها غرر وفيها غش بالانسان نعم والحيل الاخرى الذي يقوم بها البعض والعياذ بالله حتى يعني لتسمين الاضاحي او كذا ويعطوه ماء وملح او يعطوه اشياء فهذه كلها لا أو لا تصح او الخبز او غيره و... هذا نعم. كله ليس من ليس لا يبارك الله فيه نعم لان احنا نعمل في نسك وهذه أضحية لابد الإنسان أن يتق الله وأن تكون موافقة لما افترضه الله سبحانه وتعالى أن تكون من الماعز مثلا يكون في الثاني يعني العام, العام الثاني قمري ودخل العام الثاني من الظأن أن يكون يعني يعني سنة قمرية أو أي. يهي يعني يقارب هيئه ابن السنه القمريه نعم. ثمانية شهور ستة شهور المهم عندما يقف بحذا ولد العام يبان كان ولد عام نعم. فهذا يضحي وبالنسبه للبقر اوفى ثلاث سنوات ودخل في آه الرابعه, الرابعة. بالنسبه للابل اوفى خمس سنوات ودخل في السادسه عند عموم اهل العلم فهذا نعم. يعني ما يشترط في في سنها ما يشترط سلامتها من العيوب, العيوب. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها ظاهره معناها اني عوراء والعرجاء نعم هذه بين اذا كان وجد عيب يعني مخفي فهذا لا يفتش عنه صحيح مثلا قدر الله وجد فيها كيس او شيء لا يقال له هذا لا تضحى لا تضحى لا, 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 تضح. لا يضحى بها نعم. فهذه يعني يشتيس البيطريين وصحين يعني ترى يضحي معناها تؤكل ام لا اما العيب لازم يكون بين نعم. بين ولذلك حتى ابن حزم يعني دائما ابن حزم قال العوراء لا تضحي لا تضحي قيل كيف ذلك؟ قال العمياء يقف عليها صاحبها ويعلفها نعم وتاكل يعني وياتي وربما تكون نعم يعني مولاها بما نعم 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 وقال العمياء يعني العور قال يعني تاكل نصف نصف ما ياكله نعم, نعم, نعم وهذا كذلك بالنسبه للعرجاء التي تتخلف على القطيع او وهناك من الفقهاء من وضع شروطا كثيره حتى بعضهم قال هذه شروط عروس وليست شروط, <تصفحة> <ولاست> شروط <أرخية تصفحة> يضحي نعم <تصفحة> 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 هذا <تصفحة> للدعابه فقط <تصفحة> اذا أه يعود المسلم أيه. من من صلاه العيد نعم والأولى الأولى اذا كان أيه. ما يستطيعش بطبيعه أيه. جزار يضحي عنه أيه. ثم هناك يعني يذبح أيه هو يذبح أيه. يذبح, أيه. يذبح أيه. عفوا أيه. مش يضحي عنه. أيه. يذبح و الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل من كبد حيته أضحيات. لانه الرسول نعم. الاكرم كما ذكرت اخي العزيز كان يخرج صايم في صلاه عيد الاضحى عكس الفطر الفطر لا يخرج حتى يفطر حتى صلى الله عليه نعم. وسلم وصلاه عيد الفطر يستحب تاخيرها حتى الناس زكاه الفطر وصلاه عيد الاضحى يستحب تبكير. وتقديمها مقدار ما ترتفع الشمس قيد رمح يقول الفقهاء قديما يعني مقدار نعم. بعد الشروق ب20 دقيقه علاش حتى يعني آه تذبح الناس أضحيهم خاصه ان الملكيه يشترطون ذبح الامام يعني نعم. ولذلك كان بعض ائمه الملكيه ياتي بالأضحية المصلّى ويذبحوا حتى آه يوصل الناس. آه امام الناس نعم. مش يعرفوا كون ويقتدوا ويقتدون ويشترطون لصحه الذبح ان يكون ذلك نهارا نعم. ولا يكون ليلا ويستمر الذبح عندهم الى ثلاث ايام نهار العيد وثاني عيد وثالث عيد نعم هذه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسل. ايام التشريق كلها ذبح نعم. يعني ايام التشريق 11 و12 13 ثلاث ايام بعد العيد يعني كلها يعني تعتبر للذبح ويكون الذبح نهارا لا ليلا الا في استثناء يعني مثلا انسان ضاعت الاضحيه نتاعه ولقاها في الليل ولقاها أو في الليل او انسان يعني جاه جزار في الليل او انسان يعني لقاها بعد رابع يوم من ايام العيد او يعني حطها في مكان معين وصاحبه يعني اذا سافر وكذا رجع كان بعد العيد باربع ايام مش سلم الاضحيه هذه فيها تعتبر اضحيه ناوي أن نعم. تكون أحي. كثير من اهل العلم يجيزون الذبح ليلا ونهارا نعم. لان نعم. ايام فما ناس حتى على الطقس او شيء تذبح بالليل صحيح. فهذا جائز لكن شريطه ان يكون بعد الصلاه نعم. <applause> حتى لأن الملكي يشترطون الإمام، وإذا كان الإمام مش بيش يذبح، بعد ما تنتهي الخطبة، نجم يكون الإمام بدا مش بيش يضحي، نعم بعد نعم ما توفى خطبة العيد، وتوفى الصلاة، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له البراء بن عازب، قال له خالي أبو بردة ذبح، قال إنما هي شت لحم. اه ذبح قبل الصلاه اي قبل الصلاه انما هو لحم نعم, ولا نعم. فليعد مكانه اخرى لان قبل كانت فم الاضاحي معنا عندهم أي. الماشي حاضر باش حاضر باش نعم. يعد مكانه اخرى نعم. فهذا يلزم الانسان يتحرى وهذه اخطاء شائعه نشوف الناس الحين تذبح الاسلام زلت خاطر خاطرك متفق مع شكون يجي يذبح له او مع جزار او شيء فهذه مجيش. انما هي شت لحم هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بعد الصلاه والخطبتين فقد اصاب السنه نعم. وقد اتم نسكه واصاب السنه ومن ذبح قبل الصلاه فليعد مكانها أخرى فإنها شاة لحم فإنما لحم أهداء إلى أهله فهذه السنة أن يضع هذه الشاة ويقول بسم الله التسمية نعم. الله أكبر اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني. مم. اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. عن أهل بيتي هنا فما تفصيل يمكن نختم به المحور الثاني. نمر إلى الجانب الاجتماعي ومقاصد الإسلام النبيلة في التماسك والتكاتف العائلي وتماسك الأمة وأن تكون الأمة على خليني نقول نمط واحد. على يعني رجل واحد. نعم على قلبي رجل واحد وكلها مع الاختلاف طبعا في التوقيت. معناها مش كما يضحي <applause> في أندونيسيا كما في تونس يعني. ولكن نفس المنوال بالنسبه لهالمساله هذه شنو هي تفاصيلها دكتور اللي هي المسألة بخير. نعم بالنسبة كما قلنا أن يضحي آه عنه آه. عن أهل, آه. بيته. آه عن أهل بيته العديد من الأسئلة فما شكون يعني عائلة ولا اثنين ولا ثلاثة يسكنوا في نفس البيت ولكن يعني طابق أرضي وطابق سفلي الابن آه وزوجته الأخوة آه الأشقاء آه كل واحد ومطبخه لكن في يوم العيد في نفس المطبخ هل والدهم أبو العائلة وربها يضحي عنهم جميعا يعني أم كل آه ابن يعني متزوج وعنده أبناء يضحي عن نفسه كيف تفصيل المسألة الأصل هذه أن الفقهاء نعم. تحدثوا أن الأضحية إذا كانت من الضأ فهي تجزئ على الفرد وأهل بيته يعني نعم. الإنسان الأب وأبنائه الذين هم في نفقته الذين هم في نفقته إيه مش المتزوجين إيه و... كما في زكاه س... الفترة اللي خرج عليهم في الفترة هو أوه. وزوجته وصغاره إذا كان معه أبوه والأم والناس الذين نعم. موجودين معه الذين نعم. مقيمون معه فهذه إيه تصح عنهم نعم. والفقهاء لا يجوزون الاشتراك في الأضحية كون نعم. يقول أنا عندي 200 دينار وأنت 200 دينار مش نعم. أضحية فهذه يقولون أنها لا تصح ويجوزون الاشتراك في في سبع البدنه او سبع ال الناقه او سبع نعم. الجمل فهذا اذا كان سبعه اشتركوا في في بقره او اشتركوا في هذا فهذا قالوا يجوز يصح اذا كذا يتبقى على البقره وال نعم ولا نعم على ال بالنسبه للضان يقولون انها لا الاكباش ولا نعم فهذا حقيقه حقيقه هذا ما وقفت عليه عند اهل العلم نعم. بالنسبه اني باش نقول لك لقيت نص يحرم أو نص يعني ينهى, ينهى شرعاً. ينهى. بحثت في المسألة ودققت ومققت وحققت ولم أجد يعني فيها يعني وجدت أقوالاً فقهية كثيرة ولكن لم أجد يعني نصاً صريحاً. وإذا ساهم أحد الأبناء بقسط من المال ولكن الأضحية نيتها آه وتقبلها إلى الأب نعم يعني الأب هو الذي يضحي من الخلاف لأن الفقهاء أيوة. وضعوا شروطاً دقيقة نعم قالوا لازم نعم. يكونوا في نفس الدار ولازم يسكر عليهم باب واحد من برا وكثير من الكلام المهم في المسألة أن هو يذبح أضحية ويشركهم في الأجر والثواب. واضح. هو يذبح يتخذها لنفسه. واضح. قل أنا هذه وضحيتي نعم. بالأجر إن شاء الله ما يعم الجميع هذه عائلتي كل وبذلك يخرج نعم. من الخلاف. بإذن الله. وهي في نهاية الأمر سنة. صحيح. يا عم فهي فهي, فهي سنة. فهي نعم. فهذه بعض نعم. الأحكام. والأمر الآخر هو كون هذه السنه هذه الاضحيه لابد ان تعامل كما قلنا بما يعكس رساله المسلمين، انت م -م. تحدثت على اندونيسيا وعلى ماليزيا وعلى بنغلاديش هذا كلهم مسلمين نعم ومش كان العرب فقط المسلمين والاسلام بصفه عامه يتهم بال... بعديد التهم بالقسوه وبالارهاب وبغيره سيدنا عمر بن الخطاب راى رجل يقود الشاة يعني من يجرها من رجل فقال له ويحك قدها الموت قودا جميلا نعم. لذلك يكره الانسان يعني يحد شفرته و... لا امام الاضحيه لا الاصل ان يحدها ويعني حتى قبل, قبل ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا 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 يراها الكبش معناها لا حاولش لا يراه. انك نعم. ترهبوا من الموت نعم رهبها. قال الرسول الاكرم صلى الله عليه صلى وسلم سلم. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح نعم. واذا قتلتم فاحسنوا القتله في الصيد نعم. نعم. يحسن القتل وفي الذبح يحسن الذبح وليحد احدكم شفرته وليرحم به نعم تكون نعم. حتى لا كيف يتحقق الذبح؟ نعم. يتحقق الذبح بقطع المريء الذي هو مجرى الـ 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 الهواء, الهواء والحقوم الذي هو مجرى الطعام والودجين اللي هم العرقين الكبار الموجودين هذا يتحقق بهم فلا بد ان ينهر الدم مباشره ولا يكون يعني فيها تعذيب الأضحية ويكون تحت الـ الـ الكويره المغلصه ما هذه تسمى نعم. يعني ان يكون يعرى على رقبه الاضحيه ويذبح تحت تلك الكويره وتكون هي من منزاحه الى ناحيه الراس وليس الى ناحيه البدن يجد ذلك النتوء في الرقبه نعم. يذبح تحته ولا يذبح فوقه أما إذا انحازت تلك الكويرة ناحية الجسد فهذه الخرزة هذيك أو القرجوطة أو القرجومة كل حد يسمىها فهذه يعني تعتبر أضحية مغلصمة ولكن أجاز فقهاء أكلها البرزلي على ابن القاسم وهو نعم. مالك في المصر وحتى لما ابن عرفه حتى في الفتاوى المعاصرة أنه يجوز لأن بعض الإخوة يعني صارت لهم هذه الوضعيه وأذكرها وان تركوا الشات معلقه وبقوا يبحثوا على كيفاش يعني بعضهم يقولوا محرام بعضهم يقولوا لا هذه جائزه يعني المهم ان يسمي وان يسرع بالذبح وان يكون رقيقا مع هذه الاضحيه حتى ان احد شيوخ المغرب الاقصى حدثني على على اضحيه خرجت من قطيع وحملت الشات السكين بفمها والقتها في بئر قال ثم جزار يذبح في مجموعه من خرجوا له الناس الاضاحي نتاعهم ويذبح فيهم قدام بعضهم فقال هو يذبح يعني ووضع بعد ما وضع السكين فكان هناك البئر بجنبه فخرجت شاه من القطيع نعجه واخذت السكين يحدث معنا. نعم رهبت من الموت ولقتها في, في, في والاسلام في ما حثش كان على نعم. الرفق نعم. بالنبات وبالبشر وبالطبيعه وبالحيوان نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل التمر بيده اليمنى ويضع النواه في يده الشمال ويضيعها للشاه وتاكل من يده نعم يطعم الشاه صلى الله عليه وسلم حتى تن... هذه المعاني الجليله التي يوجه <applause> نعم لان هناك من يستغل هذه المناسبات وحملات تقوم يعني من اعداء الاسلام ليبين ان الاسلام هو دين يعني قسوه هو وهو دين يعني اراقه الدماء، وهو دين دموي بالعكس. بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح. قال يعني دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لا دكتة. هي أطعمتها نعم. ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض واضح. ويعني أمر بإراحة الذبيحة نعم. ولذلك لا 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 يكره يكره مكروه كانوا تذبح اللبون أو تذبح الشاة الحامل وإذا كان ذبح التي ترضع ولا الشاة الحامل, الحامل. نعم. وإذا كان ذبحت شاة حامل فجنينها ذكاته وذكاته أمه ولكن مكروه كانت تذبح واضح. الحامل ومكروه أن يذبح أكثر إذا بما أننا عرض. عرجنا على هذه المعاني العظيمة نعم. محورنا الثالث والأخير الذي سنتطرق إليه وإن بعجالة دكتور بعد إذنك طبعا هو شكرا. آ آ يعني هذا التكاتف الاجتماعي وهذه الإرادة الإلهية التي دعمها الرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته وأفعاله وأقواله والتي يريد الإسلام تكريسها حقا نهيك أنه هناك العديد من الأسر هناك العديد من العائلات نعم. في مجتمعنا نعم. ومجتمعات الدول التي تتخذ من الإسلام العظيم دينا نعم. لا يلتئم شملها ولا تجتمع على مائدة ولا غيرها إلا في رمضان أو في عيد الأضحى ولا يتزاورون ولا يعني يراو بعضهم البعض إلا في هذه المناسبة فماذا عن هذه المعاني دكتور لكي نختم. هذه المعاني هي معاني إظهار البشر نعم وإظهار السرور وإظهار السعادة أطفالنا اليوم يعني هناك غزو هناك اعياد كثيره صحيح شنو عيد كذا عيد كذا نعم. هي يسموا فيها ومراهقيننا نعم. وشبابنا و... يهتمون بهذه الأيام نعم. يعني اسماء كثيره وما انزل الله بها من سلطان نعم. وتهتم بها الاسره وتحتفي بها ويهتم بها العالم ال ومع ذلك يعني الرسول اكرم صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم يعني قال يعني هذا عيدان ابدلكم الله خير منهما نعم. فهذه اعياد المسلمين كما نعم. قلنا في البدايه هذا العيد الكبير هو اكبر واعظم اعياد المسلمين عيد عظيم نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أباح البشر واللهو والغناء المباح في العيدين وأظهار الفرحة نعم. عم وأظهار الفرح والابتسامة نعم. وحتى الرقص العب. معناها من قبل الرجال نعم. الرسول أكل صلى الله عليه وسلم أذن الحبشة أن يرقصوا وأن يغنوا في و... صحن المسجد في في المسجد في المسجد في نعم في أي. المسجد وكانت السيده عائشه يعني ذهب للسيده عائشه قالت اتشتهين؟ تحبيش تتفرجي؟ أي. نعم قالت له نعم يا رسول الله قال فرفعني صلى الله عليه وسلم وكان خدي يتسق بخدي الشريف نعم. حتى كنت انا الذي اسأمه نعم. يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين هذه انا الذي اسأمه يعني انا انا الشخص الذي اسأمه معم. يعني تسأم يعني حتى ننتخب فرجه لنا نعم. سبعات مع نعم حتى نعم. نعم يعني الرسول يرفعها لانه الحائط عالي نعم شويه باش نجم تشوف في تشاهد بيتها. هذا اللعب ودخل سيدنا عمر الفاروق وكان صلبا وقال أحسبهم قال دحهم يا عمر فإنها أيام عيد نعم. وحتى عندما نهى أبو بكر الصديق الجاريتين التي كانت تغنيان في بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه صلى وسلم. وسلم قال لدحهم يا أبا بكر فإنها أيام عيد وهذا عيدنا نعم. وحتى تعلم اليهود والنصارى أن أنا في دين محمدا فصحة. ساعة ومرحة فما فما جانب رباني وجانب إنساني نعم. فما جانب الإنساني لابد يكون حاضر نعم. في العيد، نعم. جانب الله جانب الترفيه جانب التزاور جانب يعني سلّة الأرحام نعم. فلذلك الأصل كونه في الأعياد ولا رأب الصدع ولم نعم. والمسامحه وطرح, وال... وطرح نعم. البغضاء والتصالح والتسامح والتصافح و... و... والدعاء تقبل الله منا ومنك لانه هي اضحيه وحتى و... تناول معناها الغذاء ولا ولا والعشاء في, في ثلاثة ايام معناها خلينا نقول جمعه وسبت وحد العائلة الوحدة الواحده وهو امر بحكم يعني ظروف الحياه العصريه مش متاح دائما هذا فيه معاني عظيمه معاني في لما عظيمة. ذيك دكتور عندما يجد يعني الفقير اللحم نعم. و... لان الناس يعني كما قلنا لا تعرف اللحم الا من العيد للعيد وهناك من لا يعرف في من في المرض الشديد وهناك من لا يعرف الملابس الجديده الا في العيد نعم. فهذه ما قيمه العيد اذا كان ابن الغني يلبس اللباس الجديد وابن الفقير يلبس الاثمال نعم. الباليه نعم. ما ابن ما قيمه العيد اذا كنت تضع على مائدتك من الاطعمه اطيبها ومن الاشربه اعذبها وجارك فقير وانت تعلم نعم. قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله صح. قال من بات شبعان وجاره وجه. الى جنبه جاء وهو, وهو يعلم يعني عندك انت الماكولات وتبلغ حد التخمه او حتى الكوليسترول أو شيء وأنت يعني تبخل على الله سبحانه وتعالى أن أن تتصدق بشيء منها نعم. لا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نعم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فهذه من من, من حتى مش بائس ومش فقير وقادر اهدي باش باش تتولي معناها الأواصر نتاع المحبة والود والقرابة وهذا يقول تقوى أكثر نعم. من هذا في المجتمع راهو مع المسلم وغير المسلم صحيح يعني الناس تنادى وكان المسلمين يعني وحوش لا مجتمع مغلق لا بالعكس سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كلما دخل اللي هو صحابي جليل نعم, نعم. يسأل هل هديت جار يهودي قالوا لا ما الاضحيه نعم هل أعطيت من لجار يهودي قال ما بل قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم يقول ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه نعم. يعني وصف جار يهوديا كان نعم. مسيحياً أم الإسلام. الإسلام في المجتمع نعم. لا يعترف بهذه الأمور يعترف بالعكس حتى يعني الذبيحه اصلا اذا كان ذبحها يهودي او نصني وطعامها جائزه حلو, حلو لكم نعم ينجم نعم. يكون جزار يهودي او شيء يعني يذبح فهذه تصح نعم. الاكل المسلم ياكل نعم. من يسمي الله وياكل المهم لا يسمي عليها صليب او لا يسمي عليها كذا و... وانما هو يسمي عليها الله وياكل فهذه يعني جائز المهم يكون بالغ و... و... وقادر فهذا هذا هذا, هذا بالنسبه لي نعم. يعني ولكن الـ... دينات الاخرى فما بالك باخيك وابيك وابن و... 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 عمك و... و... ياتي نعم. ببن يعني يعني ما يجيبش انسان يعني اكرمكم الله في حال سكر يذبح له في الاضحي نعم. او شيء هذا حتى بعض الفقهاء قالوا ياكلها هو وحده نعم. ويجيب و... انسان يعني صلى صلاه العيد يجيب انسان يخشى الله عز وجل لان هذه اضحيه نعم. اذا كانت تحب انت شات شاة لحم سماها شاة لحم ما تلصقش بالاضحيه اذا كان مش تذبحها قبل الصلاه راهي ما عندهاش قيمه فاذا الذبح يكون وقته بعد الصلاه ويكون من هذه الانواع و... اذا التئام الشمل والمعاني الجليه هذه والصدقه والبعد وال... وال... هذا ما نريد ان نختم به دكتور نختم وفي هذا البعد نعم. حتى الناس تفكر في المحروم نعم. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تفكر في السائل تفكر في المحروم تفكر في اليتامى ما يعني قال امسح على راس اليتيم يلن قلبك، لابد ان اليتيم يحضر هذا العيد ويفرح به، نعم. لابد كونه ويأكل من اللحم ومن الذات نعم. الأطايب نفكر في, نعم. في المسنين نفكر نعم. في المستشفيات، نفكر في المرضى نفكر هذا هو. فهذه كله هذه من بين حكم العيد حتى الانسان يعني لا يأكل وحده وضح. في العيد، وضح. ولا يشبع وحده في العيد، ولا يعيش وحده في العيد، الاوروبيون يعني في قباله في فرنسا قباله تمثال اوجست كونت يعني وضعوا يعني مثال يعني شعار عش للغير نعم, نعم. عش للغير نعم. فهذا نحن هذا في ديننا ليس منا من اكل وحده وليس منا من شرب وحده وليس منا من 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 فرح وحده نعم. والعيد سمي عيد لان عوائد الخير تعود فيه واب. عيد بحال عدت يا عيد فالعيد هو من المعاوده نعم. والمعاوده هي عوائد الخير تعود فيه وهذه ايام عظيمه عيد الـ الـ النحر هو اعظم الاعياد للمسلمين نعم. وهو يعني يوم الحج الاكبر الذي كان نعم. يوم نعم. يوم عرفه كلها ايام طيبه وايام عظيمه نختم بدعاء ان شاء الله اذا كان ربي ان شاء الله يتقبل منا دكتور لعموم المسلمين ان شاء الله عسى ان يغفر الله لنا ولهم بهذه المناسبه العظيمه الطيبه باذن الله بهذه المناسبه العظيمه الطيبه لا نملك الا الدعاء الدعاء نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العيد عيدا سعيدا. أمين وان يجعل عمرنا مديدا. نعم. وان يجعل عيشنا رغيدا. نعم وان يرزق حجيجنا الميمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجاره لا تبورا وان يتقبل منا الاضاحي وان يجعله عيد التسامح والتصالح والتاخي والانسجام والوئام ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العيد فرصه لطرح الشحناء والبغضاء. نعم وان يجعل جمعنا في هذا العيد جمعا مرحوما. ولن يجعل فيه شقيا ولا محروما ولا يجعل بيننا شقيا ولا محروما ونجعل الله سبحانه وتعالى تفرقنا من بعد هذه المناسبة تفرقا معصوما ولا يجعلنا في هذه الأيام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سجينا إلا فككته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أنت أعلم بها يا ربنا إلا قضيتها ويسرتها وبشرتها شرتها لنا يا ارحم الراحمين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العيد عيد خير وطالع يمن وبركه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم كلما ما يهل هلال وقد نعم. هل هلال شهر ذي الحجه يقول الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وكل عام وانتم بخير. شكرا لك دكتور كل عام وانت بالف خير امين يا رب الله. العالمين تقبل الله من ومنكم جميعا كل عام والفريق العامل معنا وزملائنا في القناتين وفي التلفزه التونسيه وفي الاعلام عموما بالف خير وعموم التونسيين والمسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها بالف الف خير نجدد لك الشكر دكتور لك على هذه المعاني وعلى هذه الاضافات ان شاء المهمه مبروك ان شاء الله, مبروك إن شاء الله مبارك عيدنا وعيدكم مبروك نعم ونتمنى لكم ان يعيده الله علينا وعليكم بالخير واليمن وال البركه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته